طيب خلينا نطمن على الفريق بشكل كبير النهارده تحديدا بعد ما استأنفوا تدريباتهم استعدادا لمباراه يوم الاربعاء امام فريق مصر في بطوله الدوري. عشان كده خليني اروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي تابع تدريبات الاهلي النهارده اللي كانت صباح اليوم عشان نطمن منه على اخر الاخبار. يا فاروق اهلا بيك. اهلا بك امير، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، عايزين نطمن على ابرز كواليس واستعدادات النادي الاهلي للمباراه المقبله، وهل من الممكن من خلال متابعتك للتدريبات ان انت تكون قريت ان في تغيير في استراتيجيه مستر ريني فايلر فيما تبقى من مباريات في بطوله الدوري بعد حسم اللقب بشكل رسمي؟ بالضبط يا امير، يعني خلينا يعني انا هنوضح هذا الامر، لكن خلينا في البدايه نقول ان النهارده الفريق النادي الاهلي استأنف تدريباته في تمام الساعه 9 صباحا عقب تتويج بدرع الدوري. وقبل انطلاق المران كان في جلسه جمعت ما بين المستر ريني فايلر والكابتن طلعت حفيظ واللاعبين، بارك للاعبين وهنى اللاعبين على الدرع الدوري والتتويج. وزي ما انت متعود يا امير وكلنا متعودين في النادي الاهلي ان احنا دايما بنقدم كاس البطوله وسريعا بنفتح ملف البطوله الثانيه، بيبدا التركيز في مرحله الدوري ابطال افريقيا ومباراتي الدور نصف النهائي امام الوداد. مستر ريني فايلر كان حريص مع اللاعبين ان هو اشاد بيهم على مدار مشوار البطوله، يعني قال ان الدوري مش بطوله مباراه واحده، لا دي مجموعه من المباريات. انتوا كنتوا من الافضل، احنا اكثر فريق حقق فوز، اكثر فريق حقق نسبه استهداف، اكثر اهلي فريق استقبل عدد اهداف، وحث اللاعبين على ضروره احراز البطوله الافريقيه. وده الهدف يا امير اللي تقدر تقول عند كل اللاعبين لعيبه النادي الاهلي، خلاص اللعيبه بتفرح في وقتك وخلاص بتقفل اليوم بينتهي، تبدا المسافه الجديد والبطوله الجديده. النهارده المران تقدر تقول يعني خلاص زي ما انت قلت يا امير، الاستراتيجيه بتاعت مستر ريني فايلر ان هو هيبدا يريح بعض اللاعبين اللي كانت العناصر الاساسيه في الفتره الاخيره، ويدي فرصه للمجموعه من اللاعبين اللي ما كانتش بتشارك في الفتره الاخيره تشارك بصفه اساسيه. يعني تقدر تقول عوده حسين الشحات اللي ممكن يبقى من العناصر الاساسيه، حاول يجهزه ايضا لمباراه مباراتي الوداد، محمود وحيد ايضا كلامه مع اللاعبين الناشئين يا امير النهارده تلاقي الحماس اكتر عند اللعيبه الناشئين، سواء عربي سواء شكري سواء فخري سواء شوبير، لان مستر ريني فايلر وضح للاعبين انه هيبدا يريح بعض العناصر هي اللي كانت بتشارك في الفترة. ما هو ده السؤال يا فاروق اللي عايز اساله لك، لان هي معادله صعبه في الحقيقه. يعني انت الفتره الجايه داخل على بطوله دوري ابطال افريقيا، اللاعبين الناشئين الموجودين وبيتمرنوا مع الفريق الاول دلوقتي غير مقيدين افريقيا، فبالتالي مستر فايلر بيفكر ازاي؟ هل هيديهم فرصه ولا هيعتمد بشكل اكبر على تجهيز العناصر المقيده معاه في القائمه الافريقيه عشان يكونوا جاهزين بنسبه 100% لمباراتي الوداد؟ لا خلينا امير ان هو من كلامه هيريح بعض اللاعبين تدريجيا، يعني هيدي فترات راحه لبعض اللاعبين قبل يعني بيبدا مرحله الاخيره، المرحله الاخيره للتجهيز لمباراتي الدور نصف النهائي امام الوداد، يعني هيبدا يريح بعض العناصر اللي كانت بتشارك بصفه اساسيه في الفتره الاخيره. انت عارف ان النادي الاهلي وتلاحم المباريات وكل يعني بتتكلم كل 72 ساعه وكل 3 ايام مباراه كان بيشكل نوع من انواع الاجهاد للاعبين، هتبدا تريحهم لكن مش الراحه التامه يا امير اللي هي منتظره، يعني ممكن يريح لعيب المباراه الثانيه هيبقى موجود. دي يعني تقدر تقول الاستراتيجيه بتاعت مستر ريني فايلر خلال الفتره اللي جايه، وايضا ان انا اجهز بعض اللاعبين اللي هتكون معايا في القائمه الافريقيه او الموجوده معايا في القائمه الافريقيه زي حسين الشحات زي محمود كهربا. ايضا يعني من الحاجات المهمه جدا اللي برضه عايز اقولها من خلالك من خلال النادي الاهلي ان محمد محمود نقدر نقول النهارده دخل المران الجماعي وكان ليا حديث مع الدكتور خالد محمود بشكل كامل يا فاروق. لا مش بشكل كامل يعني تمام. يعني عشان اوضح لك بس عشان ايه تكون الامور واضحه، محمد محمود شارك في يعني تقدر تقول نصف المران او التدريب النهارده، وده طبقا لاعداد مرحله الاعداد الاخيره الموضوع من قبل الجهاز الطبي والدكتور خالد. قال لي ان محمد محمود بنبدا نديله مرحله التدريب، يعني هو شارك في الجزء البدني جزء الاحماء والجزء البدني، لكن مرحله التقسيمه مش هيدخل فيها خلال المرحله الحاليه، لكن تدريجيا هيبدا يشارك بصوره كافيه في المران. اقدر اطمنك ان محمد محمود باذن الله خلال الفتره القادمه يعني ان شاء الله من اقل من 10 ايام باذن الله هيكون جاهز باذن الله للمشاركه بشكل كامل. لا ده خبر سعيد يا فاروق، اختم معاك بيك بي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، قال لنا كل الاخبار والكواليس اللي بتتعلق بتدريبات اليوم بعد استئنافها استعدادا للمباراه المقبله امام مصر او فريق مصر في يوم الاربعاء القادم باذن الله تعالى.